ومعكم ميتا عبد الجليل، واليوم رح جرب معكم هاكس من التيك توك. هيدي الهاك هيك حسستني ان انا لازم اجربها. استخدمت البالونه بنات على وجهها لحتى تفرد الفاونديشن وتفرد الكونسيلر. 1 2 3 ما مصدقة رح احط بالونه على وجهي. بس نفسي اعرف ليش بيعملوا هيدي الهاكس. لا عن جد. طيب والله الصوت ساتيسفاينج. خايفة البالونة تطق. طب بخصوص الأنف، كيف البالونة رح تفوت؟ يمكن لازم أحط الفاونديشن وبعدين أستخدم البالونة. نجرب الطرف الثاني. البيوتي بلندر شو قصرت مع البنت اللي عملت هيدا الهاك؟ مني بقول هيدا الهاك يستاهل 1/10. الهاك الثاني كمان مشكوك بأمره، ما بعرف إذا رح يزبط أو لا. رح استخدم ماسكارا وبلو دراي. البلو دراي مفروض ان هي ترفع وتشقل الرموش لفوق. خلينا نجرب. ليش عيوني انعملها سشوار؟ عيوني صارت بلو دراي، صارت ناعمة فائقة النوم. انا ما عندي استعداد اصلا اكفي العين التالية. نحتفظ بهيدا القدر واعطي الهاك 0/10. الهاك رقم 3، كسرت الرموش بستخدمها لحتى اعمل كات كريز. ايزي سامبل كلين. هيدي الرسمة من أكثر الرسمات البنات بيحبوها، لكن بنفس الوقت بيستصعبوها. إذا استخدمتوا اللاش كيرلر بتعطيكم جايد لاين مبدئي كيف تقدروا ترسموها، وشوفوا النتيجة كيف. وهلأ لحتى نكمل اللوك رح نحط الرموش. This is the final result. حبيتوا ولا لا؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. الفكرة هو انكم تاخدوا الهايلايت وتوزعوه بدل الفرشة بدل أصبعكم، ان انتوا توزعوه بالبيوتي بلندر. خلينا نجرب. ولا لا؟ لا لا بنات، كتير حبيت الريزلت وجدا سريع. انا بالعاده يجولي ايوز اصابعي، بس عن جد روعه، جدا جدا حبيت، وبنفس الوقت ما بياخد وقت. هيدا الهاك الغريب ان هو اللي راح يفوز ما بين كل الهاكس. راح اعطيه 10/10. ديفينتلي نايس، ماست تراي، لازم الكل يجربه. وبهيك صبايا نكون خلصنا مع بعض هيدا الفيديو. مني ومن كل فريق بوتيكات بنودعكم وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.